أكيد. هلأ تابعنا من المهرجان، كيف كان المهرجان؟ كتير أجواء حلوة، فرقة صدى كانت أكيد موجودة، يعني تشجعنا نروح. سالي، لأمتى ممتد المهرجان؟ المهرجان بدأ المهرجان بواحد الشهر الجاري، وبينتهي المهرجان يوم الأحد بخمس الشهر. طيب كيف لقيت الإقبال؟ صراحة وصدقا يعني مراسلكم اللي طلع لهنيك ممكن نقلكم الصورة الواضحة طبعا على هذا الموضوع. الإقبال كان إقبال رائع جدا، كان في تفاعل كبير من قبل أهالي يبرود ومن قبل كافة الجهات المعنية في يبرود، وكافة إن كان جهات حكومية أو جهات غير حكومية اللي هي الجمعيات الأهلية والجمعيات الثقافية والجمعيات الخيرية، كان في تفاعل كتير كبير من قبل أهالي يبرود. المدرج على مدرج المركز الثقافي في يبرود كان ممتلئ بصراحة، إضافة أنه يعني في ناس ما صار لها مكان أنه تقعد. يعني طبعا هذا الأمر نتيجة الإعداد لهذا المهرجان، هي بالناحية الأولى. بالناحية الثانية أو بالجانب الثاني اللي هو تفاعل أهالي يبرود، كما ذكرت سابقا أهالي يبرود مجتمع مثقف ومجتمع واعي طبعا وله تاريخ أكيد. كل حضاري التحية وفكري. له ولأهالي جميع نعم منطقة القلمون. منطقة أكيد القلمون هي أكيد منطقة يعني تشهد نسبة كبيرة من المتعلمين وأيضا الشعراء، يمكن الطبيعة بالضبط الجبلية بالضبط اللي عم تحيط فيكم. بالضبط خلينا ننتقل من المهرجان تبع يبرود للفعاليات الثقافية بشكل عام التي تقام بريف دمشق. يمكن حكينا سابقا رغم الإرهاب ما توقفت صح. الفعاليات الثقافية. مهرجان برود توج يمكن نعم. هلا من فترة، ولكن كان في فعاليات ثقافية. خلينا نحكي عن لمحة صغيرة عنه. نعم طبعا نحن فعالياتنا الثقافية ضمن خطة مديرية ثقافة ريف دمشق وبدعم وتوجيه من السيد وزير الثقافة مستمرة على مدار الشهر. نحن عندنا خطة ثقافية شهرية، يتم وضع خطة ثقافية شهرية، وهذه الخطة تعرض على وزارة الثقافة على الجهات المعنيين في وزارة الثقافة ويتم المصادقة عليها، وبالتالي نعمل ضمن هذه الخطة. في ريف دمشق يتبع لريف دمشق 132 مركز ثقافي، حاليا ضمن الخدمة 62 مركز ثقافي، المراكز الباقية حتى تاريخه لم يتم إعادة تفعيلها نتيجة ما تعرضت له من إرهاب في منطقة الغوطة الشرقية ومنطقة الغوطة الغربية وجزء من المناطق الأخرى. خطتنا الثقافية مستمرة، هناك نشاطات ثقافية متنوعة، منها ما هو فكري ومنها ما هو نشاط مركز للأطفال ومنها ما هو فني، وهناك مشاريع ثقافية. نحن في ريف دمشق حاليا نعمل على مشروعين ثقافيين اللي هو مشروع جيل ومشروع نقرأ نفكر نتحاور، هذا بجانب الطفل، إضافة إلى إقامة ندوات فكرية ومحاضرات فكرية مستمرة في كافة مراكزنا الثقافية. ممكن نعرف تفاصيل عن هالمشروعين بشكل أكبر وشو بيتضمنوا؟ نعم، مشروع جيل بدأ، يعني تم البدء في مشروع جيل منذ عام ونصف تقريبا. مشروع جيل يتركز على مجموعة محاور، طبعا للأطفال. المحور الأول هو النظافة الشخصية، المحور الثاني هو ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر، وكذلك الأمر في عدة محاور أخرى يتم التنقل بها. هذا المشروع بدأ به في مركز الثقافي في جديدة الخاص، وانتقلنا هلأ حاليا إلى المركز الثقافي في بلدة الهيجانة على هذا المشروع، وسيتم بعد فترة الاستمرار في هذه التجربة على بقية المراكز الثقافية. مشروع نقرأ نفكر نتحاور هو مشروع فكري، الهدف منه هو تنمية الثقافة وروح الحوار لدى الأطفال، فانطلقنا بهذا المشروع في مراكزنا الثقافية ونعمل من خلاله هلا حاليا بشكل، طبعا هي اول يعني بقولوا المرحلة الاولى من هذا المشروع. اما مشروع جيل مضي عليه هلا بحدود العام ونصف تقريبا ومنطلقين فيه، إضافة انه هناك مشاريع ثقافية متنوعة، ندوات فكرية وملتقيات، وحاليا ان شاء الله في الشهر الثامن عندنا مهرجان القلمون الثقافي. في عندنا مهرجان القلمون الثقافي هلا حاليا عم نشتغل عليه بالتعاون مع جامعة
بالتعاون مع جامعة القلمون سيتم إقامة مهرجان القلمون الثقافي، إضافة أن هناك ملتقى للموسيقى وملتقى للفن التشكيلي، يعني هناك عدة نشاطات نسعى للعمل عليها خلال هذا العام. أستاذ حددت 132 يمكن مركز، يمكن ما في منهم خارج الخدمة بسبب الظروف، اللي داخل الخدمة كيف عم يتم التوازن بتنسيق الفعاليات، كيف عم يتم التنسيق بيناتهم؟ ما عدد قليل يعني 132 سواء خلينا نقول نصه خارج الخدمة، فضل النص الثاني ما هو قليل هذا العدد، في توازن معين يمكن لازم نحن نحققه من خلال الفعاليات لعطى متضارب أي فعالية مع الثانية من خلال الأنشطة اللي عم تقوم فيها وزارة الثقافة نحكي عنها شوي. طبعا نحن هدول 132 ريف دمشق منطقة شاسعة ومنطقة كبيرة، طبعا مراكزنا الثقافية لدينا مراكز أساسية، مراكز أساسية يعني كبناء مستقل، وبالتالي هذا المركز نشاطه وخطته الثقافية تختلف عن المراكز الأخرى، وهناك مراكز عبارة عن طوابق إن كان مستأجر وإن كان ضمن مقر البلديات أو ضمن بناء البلديات، وهناك مراكز هي عبارة عن غرفة أو غرفتين ضمن بناء البلدية. فالخطة الثقافية للمركز المستقل تختلف عن الخطة الثقافية للمركز الذي مساحة صغيرة من ذلك الأمر. طبعا هذا الأمر هناك فريق كامل ضمن مديرية الثقافة في ريف دمشق، وهناك تعاون مستمر من قبل رؤساء المراكز الثقافية والعاملين في المراكز الثقافية لتفعيل هذه الخطة أو لوضع هذه الخطة الثقافية ولتفعيل هذه الخطة الثقافية. كذلك أمر لا ننكر أنه في هناك تعاون وتنسيق كما ذكرنا سابقا مع المجتمع المحلي ومع المؤسسات الحكومية ومع المنظمات الموجودة في المناطق، وهناك تعاون وتنسيق مع رفاقنا في حزب البعث العربي الاشتراكي، لهم دور كبير كذلك الأمر في إغناء الخطة الثقافية وفي تنشيط الحركة الثقافية في على مستوى محافظة ريف دمشق. هلأ إذا بدنا نرجع على مهرجان يبرود، هل العروض المقدمة ضمن المهرجان هي فقط مشاركات سورية ولا في مشاركات أخرى؟ لا طبعا مشاركات سورية بشكل كامل فقط. أبدا مشاركات سورية، فرقة صدى هي فرقة من ضمن أهالي مدينة يبرود، فرقة أجيال فرقة سورية بحتة، إضافة للنشاطات التي موجودة فرقة المركز الثقافي في يبرود لها نشاط، فرقة اتحاد شبيبة الثورة لها نشاط، كذلك الأمر في ملتقيات شعرية، في ملتقى شعري لمجموعة من الشعراء، في فرقة زجلية كمان في حفلة زجل هلا حاليا خلال غدا كمان، هذا الأمر نتمنى تكونوا موجودين كمان معنا أكيد. ففي كتير نشاطات موجودة ضمن هذا المركز، وصدقا يعني اللي حضر كان عرس تراثي بكل معنى الكلمة في مدينة يبرود. أنا كمدير ثقافة يعني فوجئت باللي شفته صراحة. طبعاً نحن عم نشتغل عليه، بس كمان فوجئت بالتعاون الأهل في يبرود مع هذا الأمر. وهذا الأمر يعني ليس بغريب على منطقة القلمون كما تفضلتي قبل شوي، هذا الأمر مشهود لمنطقة القلمون بالتعاون وبالعمل الشعبي كذلك الأمر. الهدف الأساسي من المهرجان شو هو؟ طبعا الهدف الأساسي هو إعادة الحركة الثقافية إلى ما كانت عليه قبل بداية الأزمة ولتنشيط الحركة الثقافية، هذا الهدف الأساسي من الموضوع. طبعا قبل 2011 كان هناك حركة ثقافية، كان هناك نشاط ثقافي موجود، تأثر خلال فترة الأزمة بالفكر التكفيري الإرهابي الذي حاول الدخول إلى عقولنا وإلى أفكارنا. حاليا كوزارة ثقافة وكمديريات ثقافة نسعى لمحاربة هذا الفكر. يعني تشجعنا سمر امشي نروح على المهرجان. أكيد تشجعنا كتير يا صالح، طبعا منروح على المهرجان، تلاقي سوريا كلها عم تنبض بالحياة. سوريا الثقافة والحضارة، وأكيد شيء ما حينتهي يعني، ولسه حنقدم شيء أكثر وأكثر يعني كله مميز معنا. ومنتشكرك كتير لوجودك معنا، وندعو كل العالم يروحوا يحضروا هالمهرجان الرائع. أكيد أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. نورتنا، أهلا وسهلا فيك، تحيتنا لجميع أهلنا بالقلب.